تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. السؤال الأول: أربط بين مجموعة الأيام وما تمثله. لدينا 7 أيام، 30 يوما، 3 أشهر، 12 شهرا، سنة، شهرا، فصلا، أسبوعا. نبدأ. 7 أيام، جيد، تمثل أسبوعا. نضبط. نواصل. 30 يوما، ماذا يمثل؟ جيد، يمثل شهرا. ثم 3 أشهر، أحسنتم، هي عبارة عن فصل، فصلا، تمثل فصلا. وفي الأخير لدينا 12 شهرا، طبعا هو سنة، عبارة عن سنة. اقرأ. 7 أيام تمثل أسبوع، 30 يوما عبارة عن شهر، 3 أشهر فصلا، 12 شهرا هي سنة. السؤال الثاني: أصل بسهم كل حيوان بأكله. لدينا الأسد، الأرنب، العصفور، والخروف. الأكل: لدينا الجزر، دودة، العشب، واللحم. نبدأ بالأسد. ماذا يأكل الأسد؟ جيد، يأكل لحم. نربط الأسد مع اللحم. ننتقل إلى الأرنب، أحسنتم، ماذا يأكل الأرنب؟ يفضل الجزر. العصفور، جيد، يأكل دود، يأكل دودته. يبقى لنا الخروف، يأكل العشب، أحسنتم. الأسد من أكلة اللحوم يأكل اللحم، أرنب يأكل الجزر، العصفور يأكل دودة، الخروف، والخروف يأكل العشب. السؤال الثالث: أربط كل ذكر بالأنثى. لدينا ذكور الحيوانات، الأسد، القط، الديك، والثور. أنثى الحيوان: الهرة، الدجاجة، البقرة، اللبؤة. نبدأ. الأسد، أنثى الأسد هي، جيد، اللبؤة. نضبط. القط، أنثى القط، نعم، هي الهرة. الديك، أنثى الديك، هي طبعا الدجاجة. يبقى لنا الثور، أنثى تسمى البقرة. نراجع. أنت الأسد هي اللبؤة، أنت القط الهرة، أنت الديك هي الدجاجة، وأنت الثور هي البقرة. الثمين الرابع: صنف الحيوانات في جدول. لدينا الكلب، الكلب، الجمل، الذئب، الزرافة، البقرة، الفيل، القرش، والنمر. آكلات العشب وآكلات اللحم، لدينا صنفان. نبدأ. الكلب، أحسنتم، هو من آكلات اللحوم، نكتب هنا الكلب. نواصل. الجمل، جيد، من آكلات العشب، الجمل. الذئب، طبعا هو مفترس، من آكلات اللحوم. الزرافة، من آكلات أحسنتم العشب. البقرة، جيد، من أكلات العشب. ننتقل إلى الفيل، هو كذلك من أكلات العشب. القرش، اللي هو عبارة عن السمك، سمك القرش، يأكل أسماك صغيرة، هو أكلات اللحوم. القرش، سمك القرش. وفي الأخير النمر، من أكلات طبعا اللحوم. وهكذا صنفنا
الحيوانات إلى صنفين: آكلات العشب وهي الجمل، الزرافة، البقرة والفيل. آكلات اللحوم ولا آكلات اللحم هي الكلب، الذئب، القرش والنمر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى تصلكم الاختبارات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.